وها على نطاق واسع. التوحيد هو صمام أمان هذه الأمة الإسلامية، وهو الشعار الذي سوف يبقى، ومفتاح أهل الجنة، ومفتاح كل خير. كل دعوة لا تهتم بالتوحيد ولا تهتم بالسنة ولا تبصر الناس فإن مآلها إلى الفشل والزوال. وأي دعوة لو نظرت إلى دعوات المصلحين في تاريخ هذه الأمة الإسلامية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام